أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان مغنيا ومات على غير توبة وخلف وراءه أشرطة غنى، فهل يأتيه وزرها على من سمعها وهو في قبره؟ إذا لم يتب منها، لو مات وهي تسمع وهو لم يتب منها، يأتيه إثم، يأتيه إثم منها، لأنه خلف أثرا سيئا يعمل به من بعده. نعم. وهذا مما يوجب على المسلم التوبة قبل الموت وإزالة المعاصي وآثار المعاصي التي عملها قبل أن يموت وتبقى بعده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. نعم. وهذا من السنة السيئة. نعم.